الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه، فهو أحق من يحمد وأحق من يعبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجود من سئل، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه هو الله الواحد القهار، له ما في السماوات وما في الأرض، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. سبحانه لا إله إلا هو، لا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تبارك ربنا وتعالى، هو الله لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على خير من خلق الله رسولنا عليه من ربه أفضل وأزكى وأعلى صلاة وتسليم. أما بعد، عباد الله، قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين أحسنوا في عبادة ربهم فلم يشركوا به شيئا ولم يخالفوا رسوله فيما أمر به ونهى، أحسنوا في عبادة ربهم فعبدوه كما أمر وأخلصوا له الدين. الذين أحسنوا لهم الحسنى في الآخرة، والحسنى هي الجنة، وسماها الله بالحسنى لأنها جمعت كل الحسن، جمعت الحسنى في جوها وفي نعيمها وفي جمال أهلها وفي سعادة ساكنيها وفي رضا ربهم عليهم، فهي الحسنى حسن جيرانها وجيران أصحابها هم الكرام، تتلقاهم الملائكة أن سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فهي الحسنى لأنهم أحسنوا في الدنيا. وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى
من أجل العمل الحسن. قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. فالعمل إن لم يكن خالصا لله لا يقبل، وإن لم يكن موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يقبل. ولا يقبل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالصا له، صوابا على شرعه ودينه. فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي مما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وله في مقامات التفسير أعلى الدرجات، أعلى درجة في مقامات التفسير تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، هذه أعلى مقامات التفسير. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج مسلم في الصحيح، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي مناد: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم أو أزيدكم؟ قالوا: ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ قال: إن لكم علي موعدا أنجزكموه. قال عليه الصلاة والسلام: فيكشف الله الحجاب فيرون ربهم، فما أعطوا نعمة أفضل من رؤيتهم ربهم سبحانه وتعالى. وهذه هي في الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هي رؤية الله تبارك وتعالى، هي الزيادة في الجنة، وهي أعظم النعيم، أعظم نعيم الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجعل الله سبحانه من عذاب أهل النار المجرمين أنهم يوم القيامة عن ربهم محجوبون. قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لن يروا ربهم سبحانه وتعالى. وجعل من نعيم أهل الجنة رؤياهم لربهم سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. القتر هو الظلام، والقتر هو الدغل، أي لا يصيب وجوههم ظلام ولا كدرة، ولا يصيب نفوسهم حزن ولا ألم. فقد نفى الله سبحانه وتعالى عنهم شقاوة الظاهر وشقاوة الباطن. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم في الظاهر برا، ولا يرهق وجوههم قتر، ما بيظلموا ولا بيسودوا،
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الإنسان المنعم حتى من أبناء الدنيا من كان منعماً مدللاً يعيش في البيوت الراقية ويركب السيارات الفارهة أو يعيش في الدول النظيفة ذات الجو الجميل بتلقى جسم ناير وبتظهر عليه نظرة البلد اللي هو عايش فيه، ما زي الإنسان اللي صهرته الحر وقاعد في الشمس وتجمع فيه الغبار وتراكمت عليه الأوساخ ممن ابتلي بشقاء الدنيا، داك بيبقى ظاهر. لكن ديلاك ربنا قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهؤلاء نفى الله عنهم، قال لا يرهق وجوههم في ظواهرهم قتر سواد ما في، ولا ذلة في نفوسهم في دواخلهم برضو ما في، كما قال سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم القيامة الناس بيجوا فريقين، فريق منهم وجوههم بيضاء وجوههم طيبة لأنهم أحسنوا العمل في الدنيا، وفي واحدين تانين بيجوا وجوههم سوداء. قال ابن عباس فيما نقل عنه رضي الله تعالى عنه يوم تبيض وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه قال تسود وجوه أهل البدعة، لأنهم لما أعرضوا في الدنيا عن سنة رسول الله بوجوههم كساها الله لهم يوم القيامة بكساء السواد واللعنة، وجوههم قبيحة. أما المؤمنون لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا كقوله سبحانه وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة، يعني في أجسادهم، ولقاهم نظرة وسرورا أي في قلوبهم، لأن من سر في نفسه أشرقت تفاصيل وجهه واستنار وجهه لأنه مسرور. ولذلك في دنيا الناس اليوم تجد الإنسان المسرور يتهلل وجهه وتستنير صفحات وجهه مما يجد في نفسه من السرور. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. والمتكئ هو من بلغ به النعيم مداه، يتكئ ما هو راقد معناه تعبان ولا جالس معناه مشغول، لا هو متكئ، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا حر ما في ولا زمهريرا برد ما في، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. عباد الله علينا أن نحرص بحسن العمل في هذه الدنيا لننال الحسنى عند الله يوم القيامة، الحسنى التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى متكئين على فرش، دي الفرش اللي بيتكوا عليها، متكئين على فرش بطائنها المحشية به ومن جوا، ما وراك برا كيف، لأنه برا لا شك إنه أنعم من جوا، لكن ضرب لك مثال بالأدنى، قال لك جوا على فرش بطائنها من استبرق نعيم راقي جدا ولطيف، ده الجوا اللي بيحشوا به، مش زي قطن هنا حاشنه ليك وجواه
لسه باقي صفق القطن وباقي البلاوي جوه ويحشروا معاه قميص قديم جاد عنه تتلوى الليل كله انت غالبك النوم. بطائنها من استبرق وجنى الجنتين الثمار دانية متدلية عليهم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وبعد ذا قال وفيها قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت. النسوان شدة ماء مقفلات زي الياقوت المكنونة المقفلة مش الصهرات الشمس برا مرة حايمة بالشمس لافة بالشوارع الشمس سلختها سلخ. دي ما أشكال جميلة، الأشكال الجميلة هي المقفلة. قال كأنهن الياقوت والمرجان. ثم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فأحسنوا العمل عباد الله في الدنيا لتنالوا الجزاء الحسن عند الله يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ثم قال والذين كسبوا السيئات، بعد أن تكلم عن أهل النعيم تكلم عن أهل الشقاء، وهذه طريقة القرآن هو المثاني، تكلم عن طرف المعذبين والمنعمين. قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. كسبوا السيئات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير الآية عن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذين كسبوا السيئات هم الذين عملوا الشرك، قال لأن الله لم يذكر لهم حسنة ولو كانوا من أهل الإيمان الذين خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا لذكر لهم الحسنات والسيئات. قال شيخ الإسلام ولما لم يذكر لهم حسنة دل على أن السيئة التي اغترفوها هي سيئة الشرك لأنها لا تبقي معها حسنة. قال والذين كسبوا السيئات، عندهم سيئات محضة. قال شيخ الإسلام وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه السيئة الشرك يا أخواننا، لأن الشرك يمحق ما كان معه من العمل. قال سبحانه وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. 18 رسول ذل بعدهم ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عمل مو زي عملي أنا وعملك أنت، ده عمل رسل، خلي بالك هذا العمل اللي بيحبط عمل رسل لو أشركوا. وحاشاهم هم ما بيشركوا الرسل، لكن الكلام لي أنا وأنت.
ننتبه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. في ناس بيجوا يوم القيامة بعمل عظيم من الإحسان والصدقة والبر والحج والصيام، عمل عظيم. ربنا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا قال: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وربنا قال: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. بالله يتخيل لك رماد، انت بتجدع الرماد وبتكشح في الهواء في يوم شديد الرياح، بتلقى منه ذرة تاني. اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. عباد الله، لابد ان احنا نكون اخوف من الشرك من اي حاجه ثانيه. ابراهيم الخليل عليه السلام وهو الذي كسر الاصنام بيده، هدم الاصنام بيده، وعاد قومه في التوحيد، واضرموا له النار، ولعوا نار كما قال ابن كثير: حتى بلغ لهب النار عنان السماء، وشالوا ابراهيم بالمنجنيق ورموا فيها، وربنا برد عليه النار فصارت عليه بردا وسلاما. بعد ده كله يدعو ربنا يقول: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. شوف ابراهيم بخاف، لانه الشرك يدخل على الانسان من حيث لا يشعر. اتوكلت على فلان على الله وعليك، يدخل عليك الشرك. الرزق قل منك تكتب لك ورقة، الشرك دخل عليك. تمشي تزور قبر بتاع زول ميت تعتقد انه فيه البركة، الشرك دخل عليك. تحلف بالله ومرات تحلف بالخوة وبيجناك وتحلف بالكسرة وحاتك انت وحد شيخي داك، الشرك دخل عليك. عشان كده يا ناس نخاف. قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ذي الأذلة يا أخي، أذلة يوم القيامة. ربنا قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المتقون ده يوم القيامة الإنسان بيصيب الحسرة لما يشوف المتقين أولياء الرحمن، الناس اللي عبدوا ربنا مخلصين له الدين، يشوفهم يوم القيامة مكرمين وفدا، زمر، مكرمين، معظمين. تتلقاهم الملائكة أن سلام عليكم، الملائكة ترحب بهم وتزفهم مكرمين إلى الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين ديلاك إلى جهنم وردا. زي البهايم اللي بيقرعوا فيها مودينا على الموية، ينهروها بيجاي وينهروها بيجاي على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ربنا قال: وترهقهم ذلة. وبعد ما لهم من الله من عاصم، ما في حد يشفع عليهم، ما في حد ينجيهم، ما في حد يقدر يتكلم. وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الناس في صمت مهيب، والمجرم المشرك ما في حد يشفع له،
ولا يرجع إلى الدنيا. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ ما في طريقة. ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا أخرنا إلى أجل قريب، كل ما أفدى اخسأوا فيها ولا تكلمون. عشان كده هنا ربنا قال ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ده ليه؟ لأن النفوس جوا متقطعة متألمة، يقطعها الحزن والأسى. أما أهل الجنة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دل لا خوف عليهم هم ولا بيحزنوا فيما يستقبلهم من النعيم العظيم. لذلك عباد الله علينا أن نحسن علاقتنا مع ربنا. صلي علاقتك مع ربك بالتوحيد في الأول، صلي علاقتك مع ربك بالصلاة، حافظ على الصلاة، صلي علاقتك مع ربك بالمحافظة على الصيام والحج إذا استطعت عليه سبيلا، وبر والدينك وأحسن إليهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأم فقال الجنة تحت قدميها، أمك الجنة تحت قدميها، قال عند قدميها فسمى الجنة. إلزم أمك بصيانتها وبإطعامها إذا جاعت وكسوتها إذا عريت وتفقدها والعناية بها، واهتم بأبنائك واهتم بأسرتك واهتم بمن حولك من الجيران، اصنع المعروف وابذل الخير، اعبد الله عبادة حسنة تنل بذلك الحسنى يوم القيامة. أسأل الله تعالى لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة، أسأل الله تعالى لي ولكم النجاة في الدنيا والآخرة، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الخير الكثير في دنيانا وفي أخرانا. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. اللهم خرجنا من الظلمات إلى النور، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.